بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور محمد سلامة جاد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، وأمين اللجنة العلمية لتراكيات الأساتذة على مستوى الجمهورية، وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر. يسعدنا النهاردة أن احنا نتكلم على الأنيميا أثناء الحمل. الأنيميا من الموضوعات المهمة جدا لثلاث أسباب. السبب الأول إنها بتأثر على أكثر من 50% من السيدات الحوامل على مستوى العالم، ومصر النسبة دي بتعتبر من النسب العالية جدا، وتحتل مصر المركز الأول لشديد الأسف في حدوث الأنيميا بين السيدات الحوامل. نمرة 2 إن علاجها بسيط جدا بأدوية بسيطة. نمرة 3 إن الله يقدر لو حصل نزيف ولو بسيط أثناء الولادة للمرأة التي تعاني من فقر الدم، ده قد يؤدي إلى ضرر شديد يصل إلى الوفاة، ومن أجل هذا وجب علاج الأنيميا. الأنيميا مشكلة بتدعو إلى علاجها والتعرف عليها المبكر. منظمة الصحة العالمية لأن معدلات الوفاة السنوية تصل إلى 8.1 بليون في السنة، وعلشان كده لابد من علاجها. إيه إمتى نعرف إن السيدة الحامل لديها أنيميا؟ يا إما بأعراض بتشكو منها زي الضعف الشديد والوهن وتشققات باللسان والتعب مع أقل مجهود. الحاجة التانية لو عملنا فحوص بنلاقي نقص في نسبة الهيموجلوبين أقل من 10 جرام، ودرجات الأنيميا 3، في أنيميا درجة بسيطة وفي درجة متوسطة ودرجة شديدة الخطورة، لابد من علاجها. العلاج بيتمثل في إعطاء عقار الحديد أثناء الحمل، إما عن طريق الإقراص لو كان عندنا مدة، وإما عن طريق الحقن، أو الله لا يقدر قد يلجأ إلى إعطاء نقل دم أثناء الحمل إذا كان في أنيميا شديدة والولادة وشيكة. علشان كده بننصح السيدات بنظام غذائي متكامل بأدوية بأطعمة غنية بمصدر الحديد، ودي حاجات بسيطة ورخصة الثمن وموجودة في البيوت ككل. الحاجة التانية المفيدة جدا إن الأنيميا مرض بسيط وأعراضه ظاهرة وعلاجه أبسط، فعلشان كده بنقول لابد من التعرف عليها مبكرا وعلاجها. طب إيه هي أضرار الأنيميا أثناء الحمل؟ في أضرار بتبقى خاصة بالأم وأضرار بتبقى خاصة بالجنينها أو الوليد. بالنسبة للجنين في ولادة مبكرة بيبقى في نقص في وزن الجنين، بالنسبة للأم ممكن تبقى عرضة للأمراض المتكررة وعرضة للنزيف الأولي بعد الولادة الله لا يقدر، وقد يودي ذلك بحياتها. علشان كده بنقول بأقراص حديد بسيطة جدا رخيصة الثمن يمكن الوقاية من أضرار لا حصر لها. وفي النهاية بتمنى خالص العافية وموفور الصحة لنساء العالم عامة ونساء مصر خاصة.